اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفا تخلاق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطأ عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أكداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده استقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى جل من شرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام
وتناهى في مجده وتعالى. لاحظته العيون فيما اجتنته بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إلهه كريم، بشرت آياته في الذكر الحكيم ببشارتي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الختمة لله، وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه، وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه،
ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وطع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أي حضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعينا لله بالتعظيم والسجود.